مشيت من المسلسل ما كملتوش بعد ما صورت فيه شويه برقم اقل. وبعدين قال ما احنا هنأكله كمان لو حد بقى تجاوز او بتاع ممكن امشي. بس في ناس كتير برضه بتعمل حاجه. انت حساس صح؟ شويه بتكسف. تتكسف جدا. طب يعني الشغلانه اللي احنا بنشتغلها كل الناس فاكره ان الممثل بيخش ارض بقى مليانه ورود وبيتدلع والناس بتهتم بيه، بس ما حدش يعرف ان من كبار النجوم لصغار النجوم او صغار الفنانين في حته ما بيتقرص عليه. خلينا نقولها بيتقرص عليه. طبعا. بتعمل ايه لما حد بيزعلك؟ لا يعني بص في التمثيل ما يعني طالما في حاجات انا طالما بعمل شغلي ما اسمحش لحد، ولو حد بقى تجاوز او بتاع ممكن امشي. بتمشي؟ اه. امتى اخر مره مشيت؟ امتى اخر مره مشيت؟ اه لو حد كده مثلا كان ليه وجهه نظر وقرص عليك. مش عايز اقول اسامي بس. لا مش عايزين. بص انا هنا مش عايز اعرف ولا اسامي ولا اي تفاصيل، انا عايز اعرفك انت في التعامل بتبقى عامل ازاي. مش عارف احكي. هو كان في موقف كده وحد قال يعني ان هم كانوا عايزين يعملوا لي عقد بشكل معين. وكان في منتج فني عايز يعني يعمل لي عقد برقم اقل، وبعدين قال ما احنا هنأكله كمان بالوجبه. فمشيت. اتضايقت من كده يعني فاهم. انا حسيت ان هو ما بحبش حد يستقلني. يعني انت ممكن تكون وانت في الاول ممكن ما يكونش ليك وضعك ورايح تعمل مثلا مشهد، يعني مثلا ممكن تروح في يوم وانت بتصور رايح تعمل مشهد او مشهدين في مسلسل. انا جربت الحاجات دي. فيجي حد مثلا يقول لك ايه هقعد فين؟ يعني انا هقعد فين؟ ففي كرفانات كتير، فيقول لك الكرفانات بتاعت الممثلين. فيا عم ما انا مسكوب برضه وبس. فكانت في حاجات كده يعني اللي هو ايه، انا ما بحبش اعمل النمر. بس في وقت بحس ان انت لازم تعملها عشان خاطر لو في حد مستقلك شويه يفهم ان انت ايه. انا بتكسف وبسكت. والتقدير مهم على فكره، بني ادمين في الاول وفي الاخر يعني. فيعني ايه الكرفانات للممثلين او فاهم. كان في حاجات ده بيتقال صراحه، الممثلين الصغيرين بيتعبوا عشان كده. اما بشوفهم دلوقتي جدا بحاول ان انا دايما اخلق لو في حد عنده مشكله في كرفان ممكن اطلع الكرفان بتاعي. بجد انت بتعمل؟ والله. لما تكون في عمل وفي مجاميع وفي ناس كتيره معاك. مش مجاميع يعني، ممكن يكون في ممثلين مثلا جايه تعمل مشهد او حاجه وانا عارف مثلا الممثل ده مهم، شفته في مسرح شفته يبقى جاي على عينه وجاي ممكن هم يضايقوه في التعامل او في حد بيضايقه او مستقله شويه، انا ممكن يعني قعدوا معايا في الكرفان لو في مشكله. انا الهدف من البرنامج اللي احنا بنعمله النهارده مع بعض يا حاتم، انا عايز اعرفك كبني ادم، انت اكيد كان ليك مشوار عشان توصل فيه للجزء اللي احنا شفناك فيه، بس المشوار ده كان مشوار طويل، المشوار ده انت تعبت فيه، ناس جت عليك، ناس قدرتك وقفت معاك، ناس جت في النص قالت لك اطلع من التراك ده يا عم، لا سنك كبر بقى وروح شوف اشتغل شغلانه ثانيه، هات لك لقمه عيش، اتجوز، اعمل بيت. انا عايز اعيش الحاله بتاعتك كبني ادم في مشوارك. خلينا اوصل لاول نقطه، كلنا بنتكلم يقول لك جبر الخواطر ولازم تجبر بخاطر اللي جنبك، محدش يعرف ان في ناس كتير بتطحن الخواطر. بس في ناس كتير برضه بتجبر الخواطر. ونعم بالله طبعا، وفي ناس كتير بتجبر الخواطر، ده هنسمعهم. امتى المره اللي حد فيها طحن خاطرك، مش هقول لك بقى كسر خاطرك، طحن خاطرك ومش ناسيها له، وخصوصا انت برج النمر يعني انت ما بتنساش. انت اداله نمر يعني انت شخص ما بينساش. والله انا نسيت يعني، بس هي كان في برضه مش عايز اقول الاسامي، مش عايزين اقول. كان في مسلسل وكانت فرصه يعني بعمل فيه دور كويس وما كنتش عارف اخد الورق بتاع المسلسل. مش عارف اخد الورق لانه تقريبا الانتاج كان متفق معايا مش عايز يعرف او مش عايزني اعرف ان انا عامل دور كبير يعني. فبيبعتوا لي ساعات المشاهد قبل الاوردر على طول. فانا واخد دور عايز اذاكره وعايز هما فاهمين لو انا عرفت ان انا مثلا واخد دور كبير ان انا ممكن اطلب فلوس زياده او فكانت مشكلة مع ومشيت من المسلسل ما كملتوش بعد ما صورت فيه شوية. عشان هو مش عايز يديك الورق عشان ما يعليش أجرك، ما يديكش الأجر. مش عايز أجر، أنا كنت عايز بس الورق عشان خاطر أنا عايز أذاكره، لأن أنا بالنسبة لي فرصة. فأنا مش مشكلة الأجر دلوقتي، مشكلة الفرصة دلوقتي، أنا عايز أستغلها. هم مش فاهمين كده، قلت لهم ده صراحة يعني. بس بس في خناقة في الثانية مشيت من المسلسل من غير ما اعرف يعني، يعني رجعوا كملوا المسلسل من غيري يعني، والكات دوري في المسلسل. انت لما بتاخد موقف بتسيب الدنيا وتمشي؟ لا مش انا. انا لا ده مسلسل وركورت فيه صورت.
بس اتكت دوري يعني بعد مثلا 12 حلقه ولا حاجه اتشال دوري. اه فانت هنا ستيت ان ال... يعني مش حاسس يعني ايه السبب يعني كل ده عشان طلبت ورق او بتاع. كان الريجيسير بيخش مثلا كان مهمه مصر في الكرفان يخش يحط الورق في الثلاجه بتاعه معرفش ليه برضو يحط له الورق في الثلاجه بتاعت الكرفان عشان انا ما اطلبش ورق. انا كنت حتى طالبه على الواتساب يعني عايز اشوف الورق بس عايز اشوف النص يعني اشوف السكريبت. فاكر الناس اللي قالت لك كلمه حلوه في بدايه مشوارك؟ كتير من الفنانين يعني. اه لا كتير. مكي جه في بدايه مشواري يعني. مين جه خدنا من المسرح للناس كتير اللي خلت لك قيمه او الجمهور نفسه بقى العيب يعني جمهور المسرح نفسه هو اللي كان بيقول لك كلام انت كنت تعرف انت كويس ولا مش كويس ولا بس في نهايه تحت مصر في ناس بتتفرج يعني تفاعل مع الناس على طول. فالناس بعد العرض كانت ممكن تقول لك كلام هو اللي يوقفك على يحسسك ان انت عندك حاجه يعني انت في طول الوقت طب انا ممكن ما اكونش بعرف او ممكن اكون بتاع مسرح بس او ممكن اكون بتاع هم اللي كانوا بيدوا لك كلام كده يوقفك على رجلك.